أسبح ما رحمك يا رب إلى أبد الأبد ومن جيل إلى قلبي فمي أخبر بحقك أسمع عليت على راسي وثقلت علي يا الله اسمع تنهدي واطرح عني اجعلني مثل العشر الذي أخطأ إليك وترأفت عليه وغفرت له خطايا اجعلني مثل الزانية التي خلصتها وأنقذتها ونجيتها لأنها أرضتك أمامك اجعلني مثل اللص الذي صلب عن يمينك واعترف بك هكذا قائلا اذكرني يا ربي اذكرني يا إلهي اذكرني يا مالكي ما تجت في ملكوتك فأنت يا مخلصي قبلت لك اعتراف وترأفت علي وارسلته إلى الفردوس وأنا أيضا الخاطي يا يسوع إلهي وملك الحقيقي تحنن علي واجعلني كأحد هؤلاء أنا أعرف أنك صالح رؤوف ورحيم اذكرني برحمتك إلى أبد الأبد أطلب إليك يا رب يسوع ألا تبكتني بغضبك ولا برجزك تؤدب جهالتي لأنك لا تشاء موت الخاطي مثل أن يرجع ويحيا تراف يا رب على ضعفي ولا تنظر إلي بغضب أخطأت يا يسوع ربي أخطأت يا يسوع إلهي يا مالكي لا تحسب علي الخطايا التي صنعتها أسألك يا مخلصي فلتدركني ما رحمك لتخلصني من الشدائد المضادة لنفسي
لا تحرك عدم معرفتي مثل سدوم، ولا تهلكني أيضا مثل عمورة، لكن يا رب اصنع معي مثل أهل نينوى الذين تابوا فغفرت لهم خطاياهم، لكن فلتدركني سريعا ما رحمك يا ربي، لأصرخ مع هذا الشعب صوت لا يسكت، من أجل هذا أطلب إليك أيها الرب الإله مخلصي، لا تحاكمني أنا الضعيف الخاطي، لكن حل واغفر لي زلاتي الكثيرة كصالح ومحب البشر، ارحمنا كعظيم رحمتك.